ثلاثة محاولات جادة في الحرب على الفقر في مصر. يوم الخميس حضرت اجتماع مع جمعية الأرمان مؤسسة اسمعونا، كان نخبة من الشباب المصري، مجموعة متميزة الحقيقة، بيحاولوا يعملوا إصلاح وتطوير لمئات القرى في مصر، إنما هم بادئين بخمسين قرية في محافظات صعيد مصر. الكاتب الأستاذ محمد فتحي والكاتب الأستاذ محمد الدسوقي رشدي ومسؤول الإعلام في جامعة الأرمان الأستاذ مصطفى زمزم ونخبة من الشباب المتميز. الحقيقة أن موضوع الخمسين قرية اللي بتشارك فيه مؤسسة الشيخ المستمان الخيرية مع إسمعونا مع الأرمان مع جمعيات أخرى علشان تطوير خمسين قرية من القرى الأكثر فقرا في مصر، هيشمل خمس محافظات في المرحلة الأولى: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج. أكثر من 10 مراكز هيشملهم التطوير لهذه القرى: إتصا، يوسف الصديق، طمية، سنورس، دار السلام، أخميم، ناصر، إهناسيا، الوسطى، سمستا، الفشن، مطاي، بني مزار. تحية لكل الأيادي البيضاء التي تحاول مكافحة الفقر في مصر. أربعة عزاء الشهيد ضياء فتحي. النهاردة ومنذ قليل كنت في عزاء الشهيد الضابط البطل ضياء فتحي اللي كان بيحاول يمنع انفجار القنبلة في الأبرياء فانفجرت فيه، ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى. والدته، خالته، أخته، عيلته كلها، والده، كلهم في حالة انهيار وكلهم في حالة بكاء. الحقيقة إنه العزاء كان محزنا للغاية، الناس كلها كانت الدموع تقريبا في عينيها على الشهيد ضياء فتحي اللي بكل جرأة وقوة راح علشان يحمي أرواح الأبرياء الموجودين، فكان شهيدا إلى الله عز وجل. قابلت خبراء مفرقعات في العزاء قالوا لي إن ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام حوالين الشهيد ضياء فتحي إن هو صغير ما عندوش خبرة ما استخدمش الوسائل، ده كلام مش صحيح. عنده خبرة وكان متمكن، إنما القضاء والقدر. ثم إنه الإرهاب شايفين إحنا في كل مكان إيديه قوية إزاي. البعض بيقول ليه ما استخدمش حاجة لتفجير من بعد، كان في خوف لأن في محطة بنزين وفي مدرسة، هو خاف على محطة البنزين والمدرسة، لو استخدم آليات أخرى ومناهج أخرى كل ضابط لطريقته، إنما الطرق الأخرى خاف إن هي تؤدي إلى أي شرر يقع على محطة البنزين يؤدي إلى حريق كبير في المنطقة، فاختار الرؤية اللي شاف انها اسلم، لكنها كانت بالنسبة له نهاية حياته رحمه الله. تحية لأسرته المؤمنة الصابرة، وحفظ الله مصر من كل مكروه.